وإحنا خلال السنوات القليلة القادمة والحكومة بتجهز نفسها بشكل جيد جدا من أجل حياة كريمة لما يقرب من 58 مليون إنسان وإنسانة، بنسعى إن إحنا نغير للأفضل. توفير حياة كريمة للمواطنين هدف تسعى الدولة لتحقيقه بمشاركة كافة قطاعاتها. من هنا تواصل وزارة الداخلية إسهاماتها الفعالة لتحقيق هذا الهدف من خلال مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. فتحت مظلة هذه المبادرة واصلت الوزارة توجيه قوافل من المساعدات العينية والإنسانية والخدمية والطبية إلى المناطق الأولى بالرعاية في القرى والأحياء والنجوع، فضلاً عن المناطق الحضارية الجديدة على مستوى الجمهورية. وتشهد تلك القوافل إقبالاً من المواطنين في المناطق المستهدفة للاستفادة من المساعدات المتنوعة، بداية من إجراء الكشف الطبي على المواطنين مجاناً في كافة التخصصات، إلى صرف الأدوية اللازمة للحالات التي تحتاج لذلك، حيث تعد القوافل الطبية التي ترسلها وزارة الداخلية فرصة لدعم الخدمات الصحية في المناطق الأولى بالرعاية والحضارية الجديدة. جينا كشفنا وخدنا العلاج وما دفعناش أي حاجة، مية مية يعني. كشفوا علي ما خدوش أي حاجة وعطانا العلاج. هو علاج مجاني وكشف مجاني والبركة في الريس ومن وراه وكلكم الحمد لله. كما تم تخصيص عبوات تحوي سلع غذائية متنوعة تم توزيعها على المواطنين الذين تم استقبالهم في أماكن خصصت لهذا الغرض، روعي فيها كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. وقد أشاد المواطنون بتلك المبادرات والإسهامات الكبيرة من وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عنهم. جانب آخر من قوافل وزارة الداخلية خصصت لتقديم خدمات قطاع الأحوال المدنية من خلال سيارات مجهزة تعمل بالطاقة الشمسية توجه إلى المناطق الحضارية الجديدة والأولى بالرعاية لاستخراج مصدرات القطاع من خلالها في سهولة ويسر. جينا عملنا البطاقة وما خدناش أي حاجة وكل حاجة كويسة، ويعيش السيسي لينا وربنا يخليه. يا ريتها كل سنة تتكرر الكفولة دي، ونشكر الرئيس ونشكر كل اللي حاضرين معانا. من خلال تلك المساعدات تعمل وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتساند الأسر المصرية في توفير احتياجاتها، وهو ما يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين عبر مبادرة حياة كريمة، وفي إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية والذي تحرص دائما على تفعيله. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروحان، احنا اللي بنلبيه في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب.